حقيقيه وكتوقع لنا في جميع المواسم في كل المواسم. فالمساحه الغابويه في المغرب كتقدر تقريبا 9 ديال المليون و 37714 هكتار. 93% من المساحه الغابويه فهي مهدده بالتصحر، يعني 93 بين اسباب التصحر كذلك الحرائق ديال الغابات. 42% ديال المساحه المهدده بالتصحر موجوده عندنا في الشمال في منطقه في جهه طرجه تطوان الحسيمه. كما كتعرفوا ان حرائق الغابات سجلت واحد الانخفاض، هذه معلومه خصني نوصلها لكم، على انها سجلت انخفاض بنسبه 23% بالمقارنه مع السنه الماضيه، وكذلك 26% مقارنه مع 3 سنوات الاخيره، و 30% مقارنه مع 10 سنوات الاخيره. وفي الواقع سجلت عندنا حرائق الغابات منطقه طنجه تطوان الحسيمه الى حدود 31 غشت 2018 230 حريق على المستوى الوطني، مش على مستوى طنجه تطوان، على المستوى الوطني. كانت النسبه فيه كانت كلتنا تقريبا 463 هكتار. اكبر نسبه ديال حرائق الغابات في المغرب متواجده عندنا في جهه الشمال، جهه طنجه تطوان الحسيمه. 63 حريق اللي دنا تقريبا 236 هكتار. هاد النسبه هادي ولا هاد الحريق هاد 236 هكتار في الواقع فهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع السنوات الأخرى، وهذا كيجي نتيجة لواحد المخطط اللي هو قامت به المديرية الإدارة ديال المياه والغابات مشكورة، وكذلك جميع المتدخلين من قوات مسلحة ملكية الوقاية المدنية والقوات المساعدة وكذلك الشرطة والدرك الملكي اللي وضعوا واحد المخطط اللي هو كيتمحور على 4 ديال المحاور. المحور الأول هو اللي كيتجلى في التحسيس وكذلك تدارك وقوع الحرائق ديال الغابات. وفي هذا الصدد كندعوكم باش تزوروا لاتيلي ديالنا باش تطلعوا على مجموعه ديال المعلومات اللي هي يمكن تفيدكم باش نحدوا من حرائق الغابات ونوقفوا من هذه الافه اللي هي افه كبيره وادت في المغرب الى الخسران ديال الثروات ديالنا الغابويه اللي ما بقاش فيها حتى شي حاجه. لان اللي خصكم تعرفوا هو كاين الشجار اللي كيولي ينوض، وكاين الشجار اللي ما كيقدرش ينوض ولا ما ندخل في التخصص ديال الناس ديال المياه والغابات. كاين الشجار اللي ما شجرتيش ما ينوضش، وهذاك اللي كيكون هو اصطناعي ماشي طبيعي، والطبيعي ديما كينوض. لذلك فخصنا نحافظوا على الثروه الغابويه ديالنا، وكذلك نوصلوا هذه المعلومات اللي عاد تستافدوا منها انتم. جميع المعلومات خصكم توصلوها للعائلات ديالكم والاقارب ديالكم باش حتى هما يساهموا معنا المحافظة على الغابة. وشكرا جزيلا، مرحبا بكم في الأطولية ديالنا.